رأيك فيها؟ ايه رأيك فيها؟ الست دي مفيش في قلبها رحمة، طردت ابنها ومراته الحامل في الشهر الأخير في الشارع. الموضوع ده مهم جدا يا جماعة، يا ريت كلنا نعمل شير، شجعونا على فعل الخير. أما نخلص من الحربية مراته وبعدين هخليه يحبك. بجد يا خالته؟ بجد؟ أمال إيه؟ هو أنا بلعب؟ ده أنا خالته. مصطفى صباح الخير. مصطفى رد عليا. مالك يا قلبي ماما؟ فيك ايه يا قلبي؟ رد عليا. مالك يا حبيبي؟ مصطفى رد عليا يا مصطفى. مصطفى طب انت رايح فين؟ قول لي يا مصطفى. يا مصطفى رد عليا. عملت ايه؟ كل اللي قلتلي عليه بالظبط، بس انا مبقتش عارفه هو مين وايه اللي حصل. ما تقلقيش، انا عارف انا بعمل ايه، وكل اللي طلبتيه هعملهولك وبالحرف. مصطفى انت جيت يا ابني؟ كنت فين؟ طب احضر لك الاكل. لا يا مصطفى، انت تعرفوا واحد اسمه الشيخ حريص؟ الشيخ حريص؟ لا 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 طبعا يا ابني. حريص مين؟ لا 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 ما اعرفش حد الشيخ حريص. ما اعرفش حد. قال ماشي يا امي، انا قلت كده برضو، استحالة امي تأذيني ولا ايه؟ طبعا يا ابني. ماشي يا امي، انا قررت اطلق مراتي. تطلقها؟ اطلقها، مفيش نصيب ان احنا نكمل مع بعض. طيب واللي في بطنها يا ابني؟ ماله؟ ابني وهيفضل ابني، وانا هفضل ابوه، لانا اول ولا اخر واحد يطلق مراته وهو عنده اولاد. من فضلك يا امي، الموضوع ده منتهي ومش عايز اتكلم فيه تاني. خلاص خلاص يا ابني اللي تشوفه. ايوه حبيبتي، عندي ليكي خبر بمليون جنيه. شفتي بقى دماغ خالته حبيبته؟ اهو طلقها. ايوه يا خالته، ما هو طلقها، بس هي نفس المعامله بتاعته بتاعت زمان، بيعاملني على اساس ان انا اخته. مفيش حاجه اختلفت، مفيش حاجه جدت. لا دي بتاعتك انت، لازم تدلعي له، تقول له كلام حلو، تتلحلحي، ما تبقاش خايبه. حاضر يا خالته، بس لازم برضو زقه من عندك انت كمان، انت عارفه ما بيسمعش كلام حد غيرك. حاضر يا حبيبتي، ده يوم المنى يوم ما اشوفك مراته، ده اللي بتمناه من زمان. بس صراحه كل ده مش شاغلني. امال ايه اللي شاغلك يا خالته؟ مصطفى هو اللي شاغلني. مصطفى ما بقاش مصطفى ابني اللي انا اعرفه. معلش اللي مر بيه وبيمر بيه مش شوية، ربنا يعدي الايام دي على خير يا رب يا حبيبتي. مصطفى السلام عليكم. ايه يا ابني مالك؟ طيب تعالى سلم على بنت خالتك، تعالى اقعد معانا شوية. لا معلش بقى، اصلا انا تعبان شويه، هدخل اريح. شفتي يا خالته؟ اهو حتى مش طايق يقعد معانا. اهدي بس يا حبيبتي اهدي. قالك هو مستنيكي دلوقتي، انا كلمته وهو واقف مستنيكي.
لا انا مش هقدر انزل دلوقتي واروح له. حتى النوم مش عارف انام. ايه ده؟ يا بنتي بقولك النهارده فرصتي الوحيده، خالتي نايمه ومصطفى وكمان نايم. ماشي ماشي يلا سلام. ايه اللي انا سمعته ده؟ استنى بس هفهمك. تفهميني ايه؟ ايه اللي فرصتي الاخيره ومش فرصتي الاخيره؟ هو ايه اللي بيحصل في البيت ده بالظبط؟ هفهمك. ها؟ بصراحه كده يا مصطفى انا كنت عامله لك مفاجاه علشان الظروف اللي انت مريت بيها الفتره اللي فاتت، فكنت حابه بس اعمل لك مفاجاه ليك انت وخالته. وايه هي المفاجاه؟ لا ما لو قلت لك عليها مش هتبقى مفاجاه. ماشي يا بنت خالتي. قلبي يا بنتي واقع في رجلي. طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ لا ما تقلقيش توهته خالص. طيب كويس، خلينا بقى في المهم. الشيخ بعتلك معايا الازازه دي وبيقولك كملي بيها. وقالك ايه تاني؟ ما قالش، بس اعملي حسابك مش رايحه له تاني. انسي لو عملتي ايه. طيب خلاص، اهي كانت زنقه وخلاص. على فكره انا خايفه عليكي من اللي انت بتعملي ده. ما تخافيش، انا عارفه كويس انا بعمل ايه. المهم انا لازم اقوم دلوقتي عشان خالتي مستنياني. طيب يا حياتي خلي بالك من نفسك. ايه عملت اللي قلتلك عليه؟ اطمن كله تمام. طب بقولك ايه، اختفي انت دلوقتي ووقت ما احتاجك هرن عليك. مصطفى خلاص طلق مراته وخالته راضي عني كل الرضا، وبديله من الجرعة اللي الشيخ قال عليها والدنيا ماشية تمام. وقعتي قلبي يا خالته. بتعملي ايه؟ كنت بعمل ايه يا خالته؟ بكلم واحدة صاحبتي. عملت اللي قلتلك عليه؟ عملت كل حاجة بالحرف الواحد. انت عارفة لو فوتت يوم هنرجع نعيد من الاول. لا يا خالتي ما تقلقيش. احنا ما صدقنا. كده نكون وصلنا لنهاية أحداث الجزء الرابع. لايك وكومنت واشتراك في القناة شجعونا نكمل.